هو يريد إيقاف الغذاء. تحليل الكميات تقرر الشعور بالمية لإنتاج غذائه وشعوره بقيمته إلى إنتاج الطاقة الحيوية المتمثلة في الإيثانول لاستمرار سياسي تجميع الشعوب وتركها. طلبتنا باختصار وقف هذا المشروع. هذا المشروع خالف القانون الدولي ويشكل جريمة إبادة جماعية وتحديد إنه هو جهد السبب. حاجة تانية شايفين إنه ضروري كل حد ساهم في بناء السد شركة أو دولة أو هيزرع على مية مصر اللي هيحددوها في سوريا لابد إن هم من الناحية الفعلية يتحكموا إذا كانوا مصريين وما يمروش في قناة السد. إحنا بنقول إن لازم كل اللي هيساهموا في بناء السد يمروا في قناة السد. الحاجة التالتة كل أصحاب مصر أموال المصريين اللي شغالين أموالهم في أثيوبيا يتحكموا في الشيرة العظمى لمصر، لأن هم بيساعدوا الأعداء في إنهم ينهبوا مواردنا المائية ويجوعوا شعبنا ويجففوا لنا. الجانب المصري اللي بعد ما نفذ السد وقطعوا شوط كتير فيه، وده أكبر دليل على الإهانة على أهلية مصر وشعب مصر. المفروض لو في حد عنده فعلا من تولي امرنا يحب البلد ووطن ويدافع عن شعبها وحقه ما كانش كان رفض اي تعامل مع الجانب الاسود لان الجانب الاسود خلاص يعني هو متاكد في كل لحظه ومن قبل كده من اول المشوار ان هو ده تراجع عن سيئات اللي كانت خاصه بينا في الحصه الخاصه بدول وادي النيل كلها دي تاريخيه وايام الاستعمار وهو من حقه ان هو يغيرها. المشروع ده مشروع قديم ووراه كل دول العالم المستعمريه ووراه اسرائيل ودول الخليج وكلهم كانوا بيدعموا في الاول كانوا الصين والحرس. فالمسألة احنا لا لنا كلام مع الجانب الاسود مع النظام الاسود ولا نتباع مع النظام المصري. النظام المصري لو عايز يحل الموضوع كان قدر يحل من الاول ولا هيحله بالمشاركه الشعبيه، بل هو ممكن يقف قدام اي حد يحاول يرفع صوته عشان يوعي الناس ان مفيش حد هتقدر يحل الوضع ده بعد ما سبق السيف العزل الا فعلا ان الجماهير تسحب ونلاقي نفسها عطشانه ونلاقي ارض الشرطاء لا ميه ولا اكل ولا زراعه، فتضطر الناس كلها حتى لو مت كلنا فالافضل ان احنا نموت كرامه واقفين على رجلينا. يلا 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 يا عم